السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده عرض نمره 2 من شركه شمس الخدمات الكمبيوتر. ان شاء الله يا جماعه اكبر تشكيله من الاجهزه الورك ستيشن ان شاء الله تلاقيها عندنا باذن الله. النهارده عرض شركه شمس الخدمات الكمبيوتر على الاتش بي الزد 620. الاتش بي الزد 620 الدبل بروسيسور، كل بروسيسور بيبقى كاش 20 وكل بروسيسور 8 كور. ال 2670 الاي 5 ال 2670 دبل بروسيسور، التوتال بتاعه بيبقى كاش 40 16 كور، يعني المكنه فيها دبل بروسيسور، كل بروسيسور بيبقى كاش 20 وكل بروسيسور 8 كور، التوتال بتاعها كاش 40 16 كور. الرامات بتاعتها رامات 32 جيجا، طبعا رامات اوريجينال بتاعت المكنه ذات نفسها. الجهاز بيبقى فيه هاردين، هارد 256 اس اس دي، وبيبقى هارد الهارد الثاني بيبقى هارد 1 تيرا سات. كارت الشاشه بتاعه بيبقى 730 2 جيجا، وبيعلى طبعا مع الرامات زي ما انتم عارفين. اجهزه استيراد، فرز اول، بصوا يا جماعه بكياسها، دي كياس الشركه على فكره، اجهزه استيراد بكياسها. بص بقى جوه كده ونشوف شكلها عامل ازاي. بصوا يا جماعه مكنه يعني مصنع من جوه بفضل ربنا يعني. بسم الله ما شاء الله، الباور سبلاي 1100 واط، الدبل بروسيسور بيشيل 3 هاردات، بيشيل طبعا كروت شاشه لغايه بقى الار تي اكس 3050 وال 3060 وال 3080 لان باور سبلاي 1100. اجهزه استيراد فرز اول بحاله الزيرو زي ما انتم شايفين، بضمان 3 شهور ضد عيوب الصناعه. وعشان تعرف السعر ابعت رساله على الواتس او على الخاص وانا هرد عليك باحسن سعر في مصر يا جماعه. والسلام عليكم ورحمه الله.